ساره ابو سالم 22 سنه اتيديونت ماستر دو جيني اليمونتير. انا بديت الحفظ تاع القران الكريم مع الوالده الكريمه، كانت هي تقرا في المسجد وكنت انا نروح معاها، ومن بعدها بديت نقرا وحدي. دخلت عند الشيخ عبد الله السحاري الله يحفظه. يعني انا تربيت مع القران الكريم، الطفوله تاعي جوزتها مع القران الكريم، كنا صحابات نقراو كيف، وكانت بيناتنا تنافس، كانت بيناتنا روح تنافس تحدي. في نفس الوقت بقيت نقرا مع الوالده الكريمه، مع هي كانت مع الامهات وحنا كنا مع الاطفال، بقيت هكذا حتى لحقت لاج تاع 11 سنه هكذاك، بديت الرحله تاعي مع القران الكريم. انا تربيت في بيئه محبه لكتاب الله، كنا في الدار ماما تحفظ، بابا الله يرحمه يقرا. كي كنت طفل كي تربى في بيئه تاع ناس يقراوا القران ويحبوا القران، يخرج يحفظ، يكون عنده هذاك الحافز، تكون عنده القوه اللي تخليه يبدا الحفظ هذاك. ومن بعد وحده القران هو اللي يخليك انت تكمل. اذا في تبديت المرحله الاولى هذيك تاع البدايه هي اللي تكون شويه صعبه، كاينين بزاف ناس اللي كيفوتوا يكبروا جيهم صعيبه تاع انا دوكا نقدر نحفظ نقدر، بصح كي يبدا الطفل يكون صغير يقدر. القران الكريم هو دائما اللي يكون هو الرفيق اللي يوقف معك في الاوقات الصعبه. احنا نفكروا الله عز وجل في الاوقات اللي نحتاجوه فيها بزاف، وثاني في اوقات الفرحه لازم نشكر الله عز وجل. يعني لازم الإنسان يعود إلى القرآن الكريم كطريقة يشكر بها الله عز وجل على هذه الفرحة اللي أعطاها له. طفولة تاعي التربية تاعي كانت مع القرآن الكريم، ثم حاجة مني يبارك لك في الوقت يعاونك في الدراسة تاعك، كان عنده فضل في حياة تاعي. دايما نهضر على الخطوة الأولى، إذا تبديت في القرآن الكريم راح تحب، وإذا حبيته ما تقدرش تحبس ما تقرأ، خلاص هذاك الخطوة الأولى هي الصعبة، هي اللي الناس شوية يتخوفوا منها. لكن إذا تبديت تحفظ في القرآن الكريم ثم خلاص، ثم القرآن الكريم هو اللي يحبب نفسه، هو اللي يخليك أنت تكمل، يبارك لك في وقتك. كاين ناس يقول لك ما عنديش الوقت ما نقدرش نقرأ ما عنديش الوقت، إذا بديت تقرأ خلاص القرآن الكريم هو اللي يبارك لك في وقتك، يولي هو داير لنفسه الوقت، ما راحش تحس بهذاك الوقت يضيع منك، بالعكس راح تحس روحك مرتاح أكثر. قراءة القرآن بطريقة صحيحة هي أهم حاجة في القرآن. أنا بديت بالحفظ لكن أهم حاجة هي قراءة القرآن بطريقة صحيحة. ونبتدي مع الطالبة سارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هي من أنجب الطالبات، يعني كنموذج، أقول كنموذج فرد مسلم قرآني. بركة القرآن عليها يعني كانت عظيمة جدا في حياتها، سواء التعليمية سواء حياتها الأسرية أم حياتها الاجتماعية. نتمنى لها كل التوفيق، كل التوفيق كيعني فتاة مسلمة قرآنية، وهذا ما نرجوه لكل فتيات الجزائر، كل بناتنا نتمنى لهم إن شاء الله يكونوا فتيات طالبات متخرجات عالمات قرآنيات لهم سلوك محمد عليه الصلاة والسلام. عودي لي غير هنايا. عما يتساءلون. جيد.
وخلقناكم أزواجا. جيد جيد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله أن القرآن يسر لي حياتي، أهلي يسروا لي حياتي بالطريقة اللي هدوني. ممكن ناس دوكا تجيهم صعوبة، لكن أنا تربيت في هذه البيئة. يعني نحمد الله عز وجل على عائلة اللي أعطاها لي، على أمي، على والدي الله يرحمه، على شيخ تاعي اللي كان مركز علي وعاوني، على الأستاذة كريمة ربي يحفظها لأنه هي اللي بدأت لي المرحلة تاع الأحكام. نشكرها ثاني والحمد لله. يعني لولا القرآن لما وصلت لما أنا عليه الآن.